أهلا بكم من جديد. في جديد قرارات بعد شرائه المنصة، أعلن إيلون ماسك أن إدارة تويتر ستعيد الحسابات التي تم حجبها لأسباب غامضة. وكان الملياردير الأمريكي قال أنه سيشكل مجلسا خاصا لدراسة مسألة مراقبة المحتوى على الموقع، وستكون لدى المجلس وجهة نظر متنوعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات. ومع استحواذ ماسك على تويتر بشكل كامل بعد الكثير من الشد والجذب، شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن يتبع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم السوق الداخلية وعمل منصات التواصل الاجتماعي. إلى ذلك، تقول صحيفة بوليتيكو إن العالم السياسي أصبح الآن يحسب حسابا لتويتر في عقاب استحواذ ماسك عليه. فما السبب وما أبرز التوقعات؟ بعد أن سيطر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر وطرده لكبار المسؤولين التنفيذيين، تقول صحيفة بوليتيكو إن ذلك أثار موجة من القلق والارتياح في زوايا مختلفة من العالم السياسي. وفق الصحيفة، استيقظ اللاعبون السياسيون والإعلاميون في الولايات المتحدة على واقع جديد، وهو أن أحد أكثر الشخصيات التجارية والتي غالباً ما تكون مثيرة للانقسام يشرف الآن على المحادثات السياسية عبر المنصة. وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين وخاصة من اليمين الترامبي ينظرون إلى ماسك على أنه شيء منقذ، وسيحرر تويتر مما يرون أنه نهج ليبرالي تقدمي بشأن المحتوى المسموح به وما هو محظور. أما الليبراليون فيشعرون بالقلق بشأن ما يحدث للمنصة من دون حارس قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، خاصة إذا سمح ماسك لدونالد ترامب العودة إلى المنصة التي أدخل إليها أفكاره ومعلوماته الخاطئة في مجرى الدم السياسي لسنوات. خبراء استراتيجيون ديمقراطيون اعتبروا في تصريحاتهم للصحيفة أن التطورات الجديدة في تويتر زلزال، وأضافوا أن للأمر تداعيات هائلة ورهيبة، كما أطلقت مجموعات من الجماعات المعنية بالحقوق المدنية إنذارات بالتزامن مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية. عبر تطبيق زوم معي من دبي المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي. أهلا بك معنا سيد أيمن. بداية بدي أعرف منك إن كانت يعني عملية أو انتهاء عملية الاستحواذ اليوم، هل تنهي حالة القلق والخوف حول تويتر أم هي بدأت للتو؟ هلا دينا، عملية الاستحواذ هي مسلسل درامي طويل من حلقات كتير كبيرة، هي اللي حياخد تويتر ما حياخد تويتر، رح يعطوه اياها رح يجوزوه اياها، اما لا عم يتفقوا على المصاري على وهذا الجزء الاول انتهى نهار الجمعه امبارح، انتهى الجزء الاول. هلا عم نبدأ بالدراما مسلسل الجزء الثاني من هذا المسلسل، وكمان في حلقات كثير كبيره وفي ناس تغيرت وفي ناس جديده اللي حتكون بشكل حتكون كثير كبيره، فحنكون عندنا سنتين جزء صعب ومسلي كثير يا دينا. ليش قلت سنتين؟ لانه اليوم بلش هو في عنده شغل هائل، يعني عنده شغل تقني بس لحاله، يعني هو ناوي يعمل فوائد ويغير كثير بتويتر. هيدي بدها برياحة تقنيا سنتين لتكون مثل ما هو مرتاح. أوكي. مثل ما هو بده، خاصة انه طيب. هو حابب يكون في مصاري وغير مشاكل، يعني هو كمضمون ومواضيع سياسية، فهي بدها سنتين لتركز طيب برأيك هيدي التغييرات التقنية اليوم هل فعلا رح تعمل تغييرات جذرية لتويتر ورح تحسنه للأفضل، أم رح يعني تثير أو تسبب أمور سلبية يمكن أكثر باعتبار أشياء تتعلق بحرية التعبير، أشياء تتعلق بموضوع الانقسامات اللي حتصير أكثر على تويتر؟ هاي نفس المضمون من الشق التقني. الشق التقني هو حابب يغير تويتر بطريقة كاملة، ودي يعني كأنه هي بنك، يعني يكون الناس فيها تشتري مصاري وتعطي مصاري لغير ناس، ويمكن يكون في بقلبها فيك تشتري بيتكوين وكريبتو وغيرها. فهذا الشق التقني هو عنده اتجاه معين، مثل ويتشات بالصين اللي هو تطبيق كامل مختلف، هذا بده شغل كثير كشق تقني. الشق المضمون من اليوم يعني لابد لابدين حيكون في دائما مشاكل، انه هذا الحساب تسكر، هذا الموضوع ليش ما سكروه، ليش فتحوا، ليش لهالبلد غير، ليش لهالشخص غير. هيدي حدل في مشكله كثير كبيره، واكيد إيلون لانه هو حينشغل فيها كثير هيدي، لانه
كل العالم عنده آراء معينة، وبتعرفي في اختلافات، وحسب كل واحد وين قويته وين رأيه في تغييرات، بس المضمون اللي عم تتفضلي فيه من اليوم للآخر حيضل في مشاكل وحضل نحكي فيه. هو يعني كمان الفكرة انه الحديث اليوم بانه حتى هاي التغييرات التقنية باعتبار انه رح يكون في فيما يتعلق بموضوع السبامز كما يقال، او موضوع حتى الـ يعني اعادة الحسابات المغلقة سواء حساب الرئيس السابق دونالد ترامب او غيره، هذه ايضا لها تأثير اجتماعي وسياسي على الوضع، فما بعرف اذا هالموضوع رح يكون كثير مفصول بالفترة المقبلة. أول شغلة أعلنها بهذا بإطار المضمون إنه عمل لجنة يلي مستقلة يلي بدها تدرس المضمون والحسابات القديمة والجديدة، وهيدي اللجنة بتقرر، مش بس شخص هو كإيلون، هو حط لجنة بتدرس الوضع وبتقرر إنه هالحساب بضل محظور أو بينفتح، أو هالمضمون مسموح ينتشر أكثر أم لا. فهيدي اللجنة عملها لحتى ينظم شوي هذه الأمور. بس اللي بيلفت النظر كمان إنه مؤسسة فيسبوك عندها لجنة كان مستقلة مثل هيدي، حلت كثير مشاكل، بس كمان في كثير مشاكل اللجنة ما فيها تحلها. فهذا بعدنا اليوم أول نهار عملها لنشوف كيف كأوضاع معقول يحلها بعدين أم لا. هيدي شغلة غيرها أساسية. في شغلة تانية، من أول نهار غير الطاقم الأساسي من الإدارة القديمة، يعني السي او سي تي او سي اف او كلهم هول تغيروا، يعني دفع لهم 200 مليون دولار، قال لهم انا ما بشوف حدا منكم بقى، خلص انا عندي اداره جديده بدي اديرها مثل ما انا كنت قبل. وهذا اكيد لانه هن كانوا عم بيحاربوه قبل ما يجي، وبعدين بده يجبروه يشتريها، فخلص قال لهم هالطائم ما في يشتغل معه انا، غير الاداره الكامله. وهذا شو حيأثر كمان؟ لانه في كثير ناس مثل بحيالله مؤسسه تجاريه لما تيجي اداره جديده حيتغير الموظفين، الاتجاهات، كل شيء حيتغير، فحتكون في نفضة ونقلة نوعية يلي بدها كل يوم حنحكي فيها، بس هي بدها سنتين لتوصل لمرحلة بلشت تكون شوي ثابتة، صارت واضحة لإلهم ولإلنا، ولأنه قطع مشاكل وحلول. طيب اليوم تويتر كان مساحة مثل ما حكينا فيما يتعلق بالمضمون، هي مساحة للتعبير، مساحة متنوعة وموجودة بكل أنحاء العالم. هل وجود شخص واحد فقط ليدير هذه الشركة رح يجعلها أكثر تجارية من أنه تكون ربما تتعلق أكثر بالشأن العام؟ المشكلة الموجودة هي مش بس بتويتر، كمان بكل المنصات، انه حرية التعبير بأمريكا غير حرية التعبير بأوروبا، غير حرية التعبير بالبلدان العربية، غير حرية التعبير بآسيا. فمفهوم حرية التعبير مختلف، وكمان تطبيقه على شق تقني كمان بيختلف بطريقة تانية كمان. فهيدا بشكل حيكون في حرية واضحة ومفتوحة للكل، لأنه المفهوم بيتغير. بس شخص مثل ايلون ماسك جاي هلا رح يعمل نقله نوعيه، نفضه، وحيوسع حريه التعبير اكثر، يمكن ما تنفتح بطريقه 100% يعني، بس حيوسعها اكثر من ما هي هون، ورح يجرب نعم يلاقي اطر اوضح للناس تعرف. بس ما في جواب كامل، يعني ولا منصه قبل تويتر قدرت تحلها. نعم المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، كنت معنا مباشرة عبر تطبيق زوم من دبي، شكرا جزيلا لك.